محمد فوزي، حاتم سكر من المساعد الاول، احمد توفيق من احمد عاطف، هدف مبكر بدري مود النفيوتشر يضرب ضربته ويلدغ لدغته ويتقدم الان بالهدف الاول المبكر يا سيده في الدقيقه الخامسه من تقدم من جانب فريق مودرن فيوتشر. احمد عاطف والهدف الاول، هدف مبكر مع الدقيقة الثانية من بداية اللقاء. تقدم احمد عاطف الفروس مع ماهر باصة بين منتهى الخطورة، على طول خطيرة، عاوز يعدي عدى والهدف الاول جول. الهدف مرة تانية العبد الكبير احمد عاطف، يا ولد يا سلام يا سلام، مش ممكن. واحد على اثنين، احمد عاطف عايز يعدي، عدى وفات، احمد عاطف يزق الكرة، احمد عاطف يعدي جول، احمد عاطف يعدي جول 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 لصالح نادي فيوتشر. مجهود فردي رائع من فيوتشر وتكاسل من لاعبي الزمالك. لسه عمر، احمد عاطف لعمر وتصويبه والهدف جول. الله 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 عليكم الله يا رجاله، رجاله فريق فيوتشر. احمد رفعت عرضيه عاليه رصيحه والهدف الاول. الله 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 على البدايات، هو ده الكلام. الهدف الاول، مساحات يخطئها المره دي احمد سيد، ودي تسديده احمد عاطف، خطيره هو وجول احمد يا حبيبي. الله 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 عليك يا احمد يا عاطف. الله عاطف خطير، واحد وسط ثلاثه، عدى وفات وبيسدد. خطيره جول. لسه بقول لك يسرق الكحل من العين. قد يكون مش المهم كان يعمل عرضيه، مش ممكن تخش جول. جول لمودرن فيوتشر، جول التعادل لمودرن فيوتشر. بقول لحضرتك لعلي زعزع من سوء حظ دونجا، راحت لاعب مهاري سريع، علي زعزع عدى فات عاطف، خطيره بسند التصويب والصد، روح زاد دفاع دربكه، احمد عاطف التصويب الهدف جوا جول. الهدف الاول، هدف التقدم لمودرن فيوتشر. احمد عاطف خطيره، عدى فات ولكن سقوط حطها هناك، تمريره اماميه، عاطف خطيره عاطف جول. هنشوف فيه ايه، في رايه مودرن فيوتشر. محمد صادق الى احمد عاطف الى مشعب، باسم حلوه لعاطف، هيلحقها عاطف، جول. يا خطيره عبد الكبير، يوزعها يا ولد. جزاء احمد عاطف، محاولة خطف الكرة، عرضية جميلة خطيرة، كرة تصل في اليسار، الله على هدف التعادل. يا ولد احمد عمر، وبيلعبها لاحمد عاطف، مين بقى مقابل بيلعبها وشوطة. احمد عاطف دي جوناثان كنترول، ودي عرضية على جوناثان حكام، يعدل على يمينه لاحمد عاطف، يعدل احمد عاطف يستنى على الارض، يلعبها جوناثان في اتجاه احمد عاطف وعمر السب، منطلقه من عاطف، الكره طلع خطيره والتصويب المباراه. خلينا نشوف، بتلعب الكره لاحمد عاطف، عاطف ياخدها، يدخل جوه 18 100 باصه جميله من احمد عاطف والتحرك، تمريره قصيره من كريم تترد تاني على 18 فرقته. غنام يتقدم، باسم، احمد عاطف والاثنين يهدوا اجدع خط ظهر. ادي احمد عاطف تذكر في مباراه الكونفدراليه، طبعا دي لمسه يد واضحه وصريحه على حسين السيد. انا مستغرب الانطلاقه حلوه ويسلم عاطف اللي مودرن فيوتشر تجرأ يعمل عرضيه، مش ممكن يا عاطف، واختراقات وعرضيات واحمد عاطف وانفراداته، خطر الكره، مش معقول يطلع رضا في بدايه المباراه. من الزمالك على سبيل الاعاره، محاوله يا عاطف لكن لمست. هي خطيرة جدا عند عاطف، خطير يسيبها لجوناثان، عاطف عبد المنعم وعاطف عبد المنعم وعاطف حجز كويس، يعمل 1 2 مع مين؟ مع ابراهيم انداي، ترجع لعاطف، وادي التسديدة، وادي الكرة تطلع بره. احمد خطرة من الجبهة اليسرى، تروح له تمريرة في مكان أكثر من رائع و أو أقل كمان، أحمد عاطف يغير الملعب يا ولد، أرضية لكن شيكا خطأ حذاري من الأخطاء الجنبي،
احمد عاطف، خطيره الكره لفيوتشر في العمق يا احمد عاطف، خطيره، يخرج رضا، لسه دربكه، تترد رضا، خطره توصل عند احمد عاطف من الطرف اليمين، عاطف على الارض، مهاجم اقوى ميزه عنده الحاجات دي، الحاجات دي، الحاجات دي، التصويبه في الملعب، غنان تمريره عند احمد عاطف يسيبها مش ممكن، يطلع المهدي سليمان استاذ عند جوناثان، ادي احمد عاطف كنترول ودي ناصر بيحط كره اماميه خطير، عاطف وسع لنفسه يعمل عرضيه لاحمد عاطف، استلم عاطف ورقص عاطف، لكن يا ولد شعبان الى فاروق لكره عرضيه في اتجاه احمد عاطف، احمد عاطف هو جول يا راجل، مجهود فردي رائع من هي دي بتاعتك، تخيلوا احمد عاطف ده احسن لعبه ليه، هو الاستلام في العمق الهجومي في مساحه وعنده السرعه وعنده الدريبلينج كويس بيقدر يعدي، لكن هو والجول بيضيع فرصه محققه، يا 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 يا, يا.